هنسمي بالله ونصلي على الرسول. معانا هنا المادة الدهنية اللي هي السمنة او زيت، يعني يكون نضيف. وهنزل بالتوابل بتاعتنا اللي هي معلقة فلفل اسمر، معلقة 7 بهارات، هنا معانا القرفة ومعانا اللوري، وهنا معانا 4 فصوص من الحبهان. نشوح كده بقى الحاجات الجميلة دي بقى كلها كده عشان تدينا ريحة وتست عالي جدا للشوربة بتاعتنا النهاردة. هنا بقى معانا الارنب بتاعنا مفصول ومصفي جدا جدا. هبتدي انزل على الطاولة وهنديله تبديله بسيطه مع الايه، مع التوابل بتاعتنا. تمام تمام وزي الفل كده. الارنب بتاعنا اديناله تشويحه مع التوابل بتاعتنا. هنزل بقى بايه، ببصلايا شرايح او جوليان، وبنقلب كل الحاجات دي كده مع بعضها. طبعا احنا ايه، قلبنا الارنب بتاعنا مع التوابل ديت كلها. ونسيت اقول لك ان انا ايه، الارنب دوت غسلاه بالدقيق ودعكاه بالليمون كويس جدا وشطفته، صفيت طبعا ايه المايه بتاعته كده. تمام تمام وزي الفل. هبتدي بقى انزل هنا معانا بطاطس مكعبات، ومعانا هنا الكوسه زي ما حضراتكم شايفين بقى حسب الكميه اللي انت عايزاها. طبعا انا بقلب كده الحاجات دي كلها، وبنزل كمان بالايه، بالبسله والجزر المفرزات، انا مفرزاها في الثلاجه. تمام 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 تمام. وهنا كمان بننزل بطماطمايه متقطعه مكعبات، ومعانا هنا الفلفل الالوان عشان يعزز معانا الطعم، وطبعا ايه القيمه الغذائيه اهم حاجه. وهنا بقى ايه، ببتدي انزل بالميه، ولازم تكون ميه مغليه عشان الشوربه بتاعتي تبقى رايقه كده ومتبقاش عامله ايه كده ايه غاوي كده فوق الوش والكلام ده. هنزل بالميه السخنه كده. تمام وزي الفل. انا ما حطيتش الملح، الملح ده اخر حاجه انا بحطها. ليه؟ عشان الارانب، الفراخ عامه، اللحمه ما تاخدش سوا كده. تمام الشوربه بتاعتي حطيت المكونات بتاعتها، وصدقيني احلى شوربه هتعتمد الطريقة دي اذا كانت شوربة فراخ او شوربة ارانب. هنبتدي بقى كده نغطيها ونسيبها، يعني هي الارانب ما بتاخدش سوا، وهنقول ربع ساعة مثلا ايه مع ايه، مع سوا الخضار. وبرجع لكم حبايبي. وهنا الشوربة بتاعتي خلاص دخلت على السوا، ببتدي انزل بالملح بمقام معلقة. هنا المعلقه بتاعتي صغيره، فانا بحط ايه معلقتين كده. تمام ببتدي بقى ان انا اسيبها لمده بس دقيقتين كده، هي استوت تاخد بس وتدي مع الايه الملح اللي انا حطيته. وهنا حبايبي معانا بقى ايه، طبق شوربه خضار، حاجة يعني روعة روعة زي ما حضراتكم شايفين كده. هي خلصت وايه، وصبيناها في الاطباق.